بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وعلى بركة الله تم افتتاح طريق السريع دورة اليوسفية، وهو أحد الطرق المحورية والمهمة في بغداد، وكان من المشاريع المتلكية لكن بجهود الوزارة والجهات الساندة لله الحمد تمكنت الفرق الفنية والشركة المنفذة من إنجاز هذا العمل بالمواصفة المطلوبة. طبعا هذا الطريق سوف يساهم قطعا بشكل كبير في تخفيف الازدحام على الطريق الرئيسي من علوة الرشيد كمنفذ لمحافظات الوسط والجنوب. هذا الطريق سوف يربط بالخط الدولي وسوف يخفف من شدة الازدحام. سبق وأن أعلننا في أكثر من مناسبة أن البرنامج الحكومي لحكومتنا يتضمن في محور الخدمات إنشاء طرق ومجسرات وجسور في بغداد بالتحديد لمعالجة مشكلة الازدحامات، وكذلك هناك طرق في محافظات تمثل طرق مهمة للمواطنين في تلك المحافظات وكانت تسمى للأسف بطرق الموت. سوف يتم المباشرة بها ضمن عدة خطط على مستوى المحافظات أو على مستوى موازنة 23. الحكومة أعطت التخصيصات المطلوبة إن شاء الله للوزارة، وزارة الإسكان والعمار، وأعطت كذلك الصلاحيات والدعم، وإن شاء الله الوزارة سوف تباشر قريبا بالإعلان عن أهم المشاريع المهمة لفك الازدحامات والاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد. هذا جزء من الخدمات المطلوبة، وهو يساهم قطعا في فتح المحافظة على محاور عدة. أستغل هذه المناسبة أيضا حتى أوجه كلمة للمواطنين بعدم الانجرار، خصوصا في هذا الموقع، للعروض الموجودة من قبل البعض في بيع الأراضي الزراعية. هذا تجاوز واضح القانون. أغلب هذه الأراضي هي ملك للدولة، وسوف تكون هناك إجراءات قانونية بحق المتجاوزين. فاللي نرجوه من المواطنين عدم الانجرار مع هذه الطلبات وصرف ما لديهم من مدخرات مالية، لأنه سوف يكون هناك رفع لأي تجاوز مهما كان. عندنا خطة للوزارة أمانة بغداد لاستثمار هذه المناطق بالشكل الأمثل. هذا المشروع اللي يعتبر إضافة إلى مدينة بغداد في تقليل الازدحامات وتقليل الوقت أيضا في بغداد. وبهاي المناسبة أتمنى أنه يصير تعاون من المواطنين في استعمال الطريق وفي الحفاظ على الطرق بشكل عام في داخل مدينة بغداد أو الطرق الخارجية. أتقدم بالشكر لكل المساهمين في تنفيذ هذا الطريق، سواء دائرة الطرق والجسور أو بقية تشكيلات الوزارة، شركتي حمورابي وآشور والشركات القطاع الخاص اللي اشتغلت، وأيضا بالذات وزارتي الكهرباء والموارد المائية اللي تعاونوا على إزالة الكثير من التعارضات. الطرق هي اللي تبني المدن وليس العكس. من تفتح طريق في أي مكان راح هذه المنطقة تتعمر، والقطاع الخاص والمواطنين هم راح يتولون بناءها بشكل صحيح. أتمنى أيضا أنه خلال المرحلة القادمة أن يكون التركيز على البناء والإعمار حتى البلد يتخلص من هذا الشحن اللي استنفذ دماء الكثير من أبنائنا وأيضا أموالنا وجهودنا، كلها راحت هباء دون الاستفادة في تحقيق التنمية وتحقيق الإعمار والبناء. بالإعمار والبناء تتحقق مصالح الجميع، تزول الخلافات، يزول الفقر. بالإعمار والبناء
نبني علاقات جيدة مع دول العالم، نحقق مستقبل جيد لأبنائنا. كل الشحن وكل المشاكل الداخلية مهما كان طرف يعتقد أنه هو منتصر فيه فهو خسران، لأنه إحنا أبناء بلد واحد. أي جزء بالعراق يتضرر، أي عراقي يتضرر، فالعراق كله يتضرر. لذلك أتمنى أنه الجميع يساندون الحكومة خلال المرحلة القادمة حتى تركز على مشاريع التنمية والإعمار. خلال الأسابيع القادمة الوزارة ستحيل أكثر من 30 مشروع طريق خارج المدن، إلى الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات. وأيضا راح تكون هناك مشاريع جديدة في محافظة بغداد، في مدينة بغداد، داخل مدينة بغداد، في خطة ممنهجة لإزالة الازدحامات وتسهيل عملية انتقال المواطنين داخل مدينة بغداد، راح تكون على مراحل. للأسف خلال سنوات طوال ما صار إضافة ما يكفي من الطرق سواء داخل بغداد أو خارج بغداد في المحافظات، رغم الجهد المبذول، لكن إنشاء الطرق الجديدة بحاجة إلى مبالغ كثيرة. أنا أعتقد هذا العام هو الأكثر تخصيصاً للطرق منذ 2003، وإن شاء الله تتحقق به بعض النتائج الملموسة للمواطنين. وشكراً جزيلاً لكل السادة الحضور.